الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في الترمذي من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. الدنيا ملعونة لا من ذاتها، من حيث ذاتها فهي معبر إلى الآخرة، وهي بداية الطريق إلى جنة الله عز وجل، لكن هي ملعونة من حيث ما ينافي ما جعلها الله عز وجل له، ولهذا قال: ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، فإنما طابت الدنيا بذكر الله، وما والاه أي تبعه مما يقرب إلى الله عز وجل، مما يقصد به وجه الله من أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو عبادة لله عز وجل أو عمارة للدنيا بقصد صحيح ونية صادقة، أو كل ما شئت مما يتعطاه الإنسان وله فيه قصد صحيح وله فيه هدف واضح ووجهته رضا ربه سبحانه وتعالى. ومن أجل ما خصه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا القسم غير الملعون من الدنيا، قال: عالما أو متعلما، وذلك لأن سبيل العلم هو سبيل النجاة، والإنسان ما دام يعلم ما له وما عليه وما يقربه إلى الله عز وجل فيأتيه، وما يبغضه إلى الله عز وجل فينتهي عنه، فهو على طريق السلامة. وفتن الدنيا وشهواتها وشبهاتها وأغراضها وأعراضها لا يكاد يسلم منها أحد إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. ومن أجل طريق لذلك العلم، فإن أصل العلم العلم بالله عز وجل ودينه وشرعه وأحكامه، وهذا ميسر لمن طلبه وقصده ونواه وحرص عليه. الله سبحانه وتعالى يجعل معونته للعبد على قدر كلفته من ذلك ومؤونته وحرصه ونيته وبذله، إن المعونة تأتي من الله على قدر المؤونة، وذلك أن العبد إذا حرص واجتهد وأحسن القصد وأحسن العمل وصدق في هذا كله أعانه الله، كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالطريق يسير وميسر وواضح، وسار عليه يعني فئام من الناس، ملايين وأقوام وأفواج وقرون، ووصل عامة هؤلاء إلى جنة الله عز وجل، وهم أتباع النبيين من الصدقين والشهداء والصالحين. وفي نفس الوقت يمكن أن يقال الطريق شاقة وصعبة لمن لم يسلك ما سلكه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي يسيرة على من يسر الله عليه، وهي شاقة وصعبة على من خالف الطريق وتنكبه، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فيمكن أن يكون شاقا ويمكن أن يكون يسيرا، ومدار الأمر على الاستعانة بالله عز وجل، وذلك أن من استعان بالله عز وجل أعانه، ومن اتقاه وقاه، ومن لجأ إليه واعتصم به واستعاذ به وتحصن به سبحانه وتعالى نفع الله عز وجل أي نفع. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء المخلصين الذين اصطفاهم الله عز وجل لرحمته وهدايته ومعونته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كان معنا باب ربما لم ننتهي منه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال النووي رحمه الله تعالى: باب ما يقرأ على المعدود والمندوب. روينا في كتاب السني عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن رجل عن ابيه قال:
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي وجع. فقال وما وجع أخي؟ وجع. إن أخي وجع. فقال وما وجع أخي؟ قال به لمن؟ قال فبعث به إلي. فجاء فجلس بين يديه فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب وأربع آيات من أول سورة البقرة وآيتين من وسطها وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض حتى فرغ من الآية وآية الكرسي وثلاث آيات من آخر سورة البقرة وآية من أول سورة آل عمران وشهد الله أنه لا إله إلا هو إلى آخر الآية وآية من سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وآية من سورة المؤمنين فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وآية من سورة الجن وأنه تعالى جد ربنا من اتخذ صاحبة ولا ولدا وعشر آيات من سورة الصافات من أولها وثلاثة من آخر سورة الحشر وقل هو الله أحد والمعوذتين قلت قال أهل اللغة اللمم طرف من الجنون يلم بالإنسان ويعتني هذا ثاني حديث في الباب تقدم معنا الحديث الأول. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما يقرأ على المعتوه والملدوغ. وتقدم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين لما قرأ الفاتحة على الرجل اللديغ سيد الحي فبرأ بأمر الله تعالى وببركة هذا القرآن الذي جعله الله تعالى شفاء. وقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء هذا يشمل البابين شفاء الأبدان وشفاء الأرواح ولا بد من اعتبار المعنيين. ففي القرآن شفاء للأرواح وهذا معروف ومشهور عند الناس ينشرح به الصدر ويطيب به القلب وفيه أيضا شفاء للأبدان من الأمراض العضوية ولهذا أطلق الله تعالى الشفاء شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فبين أن وجه الانتفاع بالقرآن للمؤمنين فمن كان مؤمنا نفعه هذا القرآن ولهذا من لم يكن مؤمنا لم يزده إلا خسارة كما قال الله تعالى. ولهذا استعمل أبو سعيد في هذا الحديث الذي مضى معنا هذا المعنى ولم يزد على قراءة الفاتحة لكن قراءة مؤمن موقن بأثرها وأنها كلام الله وأنها فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني وأنها الشافية وأنها يعني لها من الفضل ما استحقت به هذه الصدارة في المصحف والمقدمة وأنها تجمع معاني التوحيد ولهذا فلا تصح الصلاة إلا بها نحن نقرأها في كل ركعة. استحضار هذه المعاني جعل أبا سعيد رضي الله عنه لما قرأها على هذا المريض مرضا عضويا فقد كان لديغا لدغته عقرب أو حية فما علاقة لدغ العقرب والحية بأن يقوم كأنما نشط من عقال. هذا شأن القرآن وهذا شفاؤه للأبدان مع ما عرف من شفائه للأرواح. ثم ذكر في نفس الباب النوع الثاني من أو نوعا آخر من أنواع المرض. قال وروينا في كتاب ابن السني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل عن أبيه وهذا يدلك أن في الحديث ضعفا لأن الرجل هنا مبهم. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي وجع يعني يشتكي. فقال وما وجع أخيك؟ قال به لمم. قال به لمم وذكر المصنف أن اللمم طرف من الجنون يلم بالإنسان ويعتريه كأنه ألم به جن أو نحو ذلك وهذا معروف.
قال فابعث به إلي. فجاء فجلس بين يديه فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب وأربع آيات من أول سورة البقرة وآيتين من وسطها وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض الآية الطويلة المعروفة حتى فرغ من الآية وآية الكرسي وثلاث آيات من آخر سورة البقرة خواتيم البقرة وآية من أول سورة آل عمران لأجل اسم الله الأعظم الذي فيها الله لا إله إلا هو الحي القيوم وشهد الله أنه لا إله إلا هو إلى آخر الآية وآية من سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وآية من سورة المؤمنين فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وآية من سورة الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وعشر آيات من سورة الصافات من أولها يعني إلى قوله فأتبعه شهاب ثاقب وثلاثا من آخر سورة الحشر خواتيمها وقل هو الله أحد والمعوذتين وهذا الحديث ضعيف من حيث إسناده ولعله عمدة كثير من الذين يرقون فيقرؤون هذه الآيات على المصروع والأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى لأن الأصل قراءة شيء من القرآن وسواء ثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يثبت فقد ثبت في كتاب الله عز وجل أن القرآن شفاء هذا هو الشاهد فالقرآن كله شفاء ولهذا قال الله تعالى وننزل من القرآن ومن هنا ليست للتبعيض حتى ننظر في نص على هذا البعض وإنما من هنا جنسية للجنس من جنس القرآن أي شيء في كتاب الله عز وجل فهو شفاء ووجه ذلك أنه كلام الله وكلام الله عز وجل صفة من صفاته سبحانه وتعالى ولهذا لما قرأ أبو سعيد ولم يكن سبق له علم بطبيعة الرقية ولا بأي شيء يرقي ولم يكن مشهورا بشيء من ذلك لكنه استحضر أن القرآن شفاء فابتدر الفاتحة فنفع الله بها وهذا الحديث لم يصح وإلا كان نصا في تأكيد هذه الآيات خصوصا لكن أصل هذا الباب في القراءة على المسحور أو من به مس أو نحو ذلك مما من لمم الجن ونحوه أصل هذا الباب ما تقدم من أن القرآن شفاء ثم قد يستشهد بعض الناس إما ببعض الأحاديث الضعيفة كما في هذا الحديث أو بظاهر أثر بعض النصوص وبعض الآيات أو بالتجارب التي جربت منه شخصيا أو بما نقل عن بعض المجربين من السلف والأمر في هذا كله واسع ما دام لم يخرج من كتاب الله عز وجل ولهذا أنت ترى كثيرا من أهل يعني هذا الباب ممن يعني كثرت رقاهم ومعالجتهم لهذا الأمر يركزون على مثل هذه الآيات وإلا فلو قرأ بأي شيء قرأ به ولا بأس من مراعاة الحال كما قد يستشعر أن أو قد يأتي الجني الذي صرع هذا الإنسي وإما يعلم بقرائن أو بكلامه أنه نصراني مثلا أو يهودي أو نحو ذلك فيقول نقرأ عليه الآيات من كتاب الله التي تتعلق بهذه المسائل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث مثلا أو نحو ذلك من المعاني فيجد هذا نافعا
فينقله ويؤكده، والأمر في هذا واسع كله كلام الله، أو يكون الراقي متأثرا ببعض الآيات أو يربط بينها وبين بعض المعاني. ولهذا الصحيح أنه ليس شيء في هذا مخصوصا إلا ما كان له خصوصية شرعية كالفاتحة التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين، وكآية الكرسي التي لها من الشرف ما هو معروف فهي أفضل آية، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة فإن قراءتها بركة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة، فهذا دليل على أن سورة البقرة لها خصوصية. وأيضا المعوذات التي قرأ بها على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل بها جبريل وقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر، وقد سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يأتينا ولا يعلم كما تقول عائشة، بعيدا عن مسائل الرسالة الله سبحانه وتعالى يعني ما يسلط عليه شيئا فيما يتعلق بالتبليغ، لأن الله تعالى عصمه من ذلك، لكن سحر في بعض مسائل الدنيا التي يعني تتعلق بكونه بشرا بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى المعوذات، هذه التي ذكرنا لها نصوص، المعوذات يمكن أن يستدل لها بنص، كذلك الفاتحة، كذلك آية الكرسي، كذلك عموم سورة البقرة، وما سوى ذلك مما تراه من خواتيم الحج وخواتيم المؤمنون وسورة الجن وخواتيم الأحقاف وآية في سورة آل عمران وأخرى في سورة الأعراف ونحو ذلك، هذا كله اجتهادات من المعالجين، والأمر في هذا واسع ما دام لم يخرج عن كتاب الله عز وجل. ويجوز أيضا ذكر بعض النصوص التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الباب القادم، لو قال بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك إلى آخر الحديث، لو قال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أو نحو ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها من الرقى الجائزة. فلعلنا علمنا من هذا الحديث وجه يعني اختيار مثل هذه الآيات في كلام أهل الرقية وتأكيدهم على هذه الآيات. ومعلوم أن يعني لو أن الراقي كان أكثر حضورا للقلب وتأثرا بما يقرأ من القرآن، ولو أن المرقية كان يجاهد نفسه ويكثر ذكر الله ويحسن تعلقه بربه وينزل حاجته بربه وليس بالمعالج، اجتماع هذين الأمرين يجعل الأمر من أيسر ما يمكن. ولهذا كثير من الناس مجرد أن يستعيذ ويبسمل ويبدأ الفاتحة قبل أن تنتهي الفاتحة وإذا يعني المصروع يسرع والجن يحضر، ومع أول موعظة يمشي ويخرج، وهذا يعني معروف ومشاهد. وربما يعني أكثر الناس من القراءة وكان هناك بعض الموانع كتعلق المريض بالمعالج والراقي، وهذا أقبح شيء وأسوأ شيء وأكثر شيء لتأخير الشفاء، لأن الله سبحانه وتعالى يكله إلى يعني من تعلق به، يكله إلى المعالج والراقي، ومن ثم لا يأتي إلا الخيبة والخسران والعياذ بالله. فالمقصود أن ذكر هذه النصوص في هذا الحديث لأنه ليس بالصحيح فالأمر في هذا واسع، لكن لا بأس لو قرأها أو قرأ غيرها لا بأس بهذا، مع ما تقدم مما قلناه قبل من أن هذا الباب لا ينبغي أن يكون تخصصا يشتغل به بعض الناس ويعني يشتهرون به، لأن هذا باب فتنة، فإنه إذا كثر يعني شفاء الناس بسببه ربما يفتن هو بهذا، وربما أيضا يفتن الناس به، والفتنة من الطرفين، وربما يعني يدخل الشيطان فيتلاعب به ويفتنه أيضا، هذه ثلاثة أبواب من أبواب الفتن. وهناك باب رابع أنه ربما تزداد ثقته بنفسه وهذا فرع من الفتنة، فيبدأ يخترع أشياء وأرقام وأعداد ووصفات ونحو ذلك، وهذا من أعظم الفتنة، ولا يسمع ناصحا ولا يعني عالما، لأنه يرى نفسه صار إماما في هذا الباب وقد مشت معه الأمور، وربما لو نصح أحد لقال له بل أنت في كذا وكذا. وقد رأينا من كثير من هؤلاء الجهال
أنه لا يقبل النصيحة، وأن يعني أحدا من طلبة العلم إذا نصحه قاطعه وقال له أنت عندك ثلاثة من الجن، تعي أنا يمكن أن أعالجك يعني لوجه الله تعالى، فتقول له جزاك الله خير لا تعالجني ولا أعالجك. وحماقات هؤلاء مع الأسف كثرت، ولهذا من أنصف منهم وهم كثير والحمد لله من أهل الفضل يخاف على نفسه من الفتنة ويرجع ويتوقف، لأنه لا يتحمل هذا الباب أحد. ولهذا أنت رأيت في الأحاديث التي مضت معنا وفي الأحاديث التي ستأتي أن أحدا من الصحابة لم يشتهر في هذا الباب. أبو سعيد قرأ الفاتحة مرة على ذلك اللذيذ ولم يثبت أنه كرر ذلك. ورجل غير معروف علاقة ابن صحار الذي ذكر في الحديث الذي يعني سيأتي بعد قليل، غير معروف لاسمه ولا شيء، فعل هذا مرة وذكر هذا يعني عن غيره مرة حسب مقتضى الحال، أما أن يجلس ويعني يفتح مركزا وبالمرة يسمى مركز أعشاب أو نحو ذلك بحيث برضه يبقى فيها فرصة وعسل ونحو ذلك، هذا كله معروف ما كان يحتاج إلى يعني كثير من لأن هذا أيضا يهيج العامة والعوام هوام، وكلما شعر أحد بالصداع قال يمكن في مس ولا سحر يذهب، وهؤلاء لا يردون أحدا ولا يقول له اذهب للطبيب أو غير طبيب، وتصير المسألة كلها يعني فيها أنواع من التكلف والمبالغة، ومعلوم أن من أكثر من شيء عرف به، ولا يلزم أن يكون كل هؤلاء المرضى يعني بهم مس ونحو ذلك، كثير من هذه الحالات يعني مرض عضوي والأمر فيه واسع، وكثير منها يعني أنواع من الأمراض التي لا تصل إلى هذا، يعني نوع ضغوط نفسية اكتئاب شيء من هذا، هذا كله يعالج عن طريق التذكير بالله عز وجل والإقبال على الله وترك الذنوب والاهتمام بالأذكار ونحو ذلك، هذا يقوله أي أحد لأي أحد، وكل من سلك هذا المسلك عافاه الله عز وجل، فلا يحتاج إلى يعني مثل هذه التخصصات التي تؤدي إلى ما تقدم من الفتن. أسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل فتنة. وروينا في سنن أبي داود الإسناد الصحيح عن خارجة بن الصمت عن عمه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت ثم رجعت فمررت على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقال أهله إننا حدثنا أن صاحبك هذا قد جاء بخير فهل عندك شيء تداويه؟ فرقيته بفاتحة الكتاب فبلغ فأعطوني 100 شاه، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل إلا هذا؟ وفي رواية هل قلت غير هذا؟ قلت لا، قال خذها فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. قال وروينا في سنن أبي داود بإسناد صحيح وهو كذلك عن خارجة بن الصد عن عمه واسمه مذكور فيما سيأتي وفي اسمه خلاف على كل حال، لكن الصحابي جهلته لا تضر بل ها الاختلاف في اسمه ومن ثم فلا إشكال. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت ثم رجعت، يعني بعد أن أسلم رجع إلى أهله، فمررت على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد. وتقدم أن الجنون زوال الشعور مع بقاء القوة في الأعضاء، وأنه قد يرد من شيء من الجن مسه، وقد يرد من مرض عضوي، ولهذا رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، وهو غير المكلف الذي يعني يأتي بأفعال تخالف المقتضى العقل الصحيح. وتقدم بعض الفروق بين المجنون والمعتوه والصحيح في المرة الماضية. قال فمررت على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد، لأن من عادة المجنون أنه قد يضرب وقد يشتم وغير مكلف، فيرد منه بعض ما لا ينضبط، فإذا اشتدت معه الحالة ربما وثقوه، وهذا يفعله أهله على سبيل الحجر عليه والمنع من إضرار الغير أو إحداث الفساد والإفساد. فقال أهله يعني أهل هذا المبتلى إنا حدثنا أن صاحبك هذا قد جاء بخير،
يعني هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فهل عندك شيء تداويه؟ فرقيته بفاتحة الكتاب فبرئ. وهذا أيضا لاحظ كل ما صح من النصوص ما في أكثر من الفاتحة والحمد لله. هذا الحديث كما في حديث أبي سعيد المتقدم في الصحيحين، فرقيته بفاتحة الكتاب فبرئ، يعني ما زاد على أن قرأ عليه الفاتحة. فأعطوني 100 شاة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، وهذا من الورع، فعل مثل ما فعل أبو سعيد، يعني توقف هل هذا يجوز أو لا يجوز. وتقدم في الحديث الماضي حديث أبي سعيد أن هذا يجوز وأن الحديث أصل في هذه المسألة، لكن ينبغي أن يقيد هذا بحصول الشفاء، فليس للمعالج لو قلنا إن له أن يأخذ كما في هذا الحديث أن يشترط قبل أو أن يأخذ قبل الشفاء كما يفعل بعضهم، يأخذ أولا قبل كل شيء، إما بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر، كان يقول خذ هذه الأعشاب أو هذا العسل أو نحو ذلك، ولا شك أنه يربح فيه، وقد يبيعه بعضهم يعني بنوع من المبالغة، لأنه يعني ربط هذا بالعلاج ونحو ذلك. الذي صح في الحديث الذي بناء عليه يقول العلماء يجوز أخذ الجعل على الرقية هذا بعد الشفاء، إذا عوفي تماما كما في حديث اللديغ حديث أبي سعيد، وكما في حديث المجنون هنا أنه قال فرقيته بفاتحة الكتاب فبرئ، بعد أن برئ وتأكدت يعني أو تأكد برؤه حينئذ أعطوه. قال فأعطوني 100 شاة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل إلا هذا، يعني أخبره أنه رقى هذا المبتلى. وقوله صلى الله عليه وسلم هل إلا هذا، وفي رواية هل قلت غير هذا، هذا يمكن أن يكون من حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، لأنه خشي أن يكون قال شيئا مما لا يجوز. وقد تقدم أن الرقى قسمان، أن الرقى قسمان، قسم ممنوع وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وهذا محمول على الرقية بغير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كالذي يرقي بالطلاسم التي عند السحرة أو الكلام غير المفهوم أو غير المعلوم أو نحو ذلك، هذا منكر. ولهذا احتاط النبي صلى الله عليه وسلم يتأكد هل قلت غير هذا، هل إلا هذا، لأنه لو قال قلت غير هذا بعض الكلمات وبعض الحروف وبعض الأرقام وبعض التعويذات البدعية أو الشركية لمنعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا لا يجوز. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان. فلما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا وأن الرجل قال لا يعني ما قلت غير هذا يعني فاتحة الكتاب، قال خذها، وفي هذا أيضا إقرار لأخذ الجعل أو الأجرة بعد شفاء المرقي. ثم قال لتأكيد هذا المعنى فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق صلى الله عليه وسلم. قوله فلعمري هذا قسم معروف. وقد يشكل عليه أنه قسم بالعمر، وهذا فيه وجوه كثيرة أجاب عنها العلماء، أن هذه لفظة دارجة يعني ولا يراد بها معناها من القسم بغير الله. ومما قيل أن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم له يدل على جوازه، لأن الله تعالى أقره على هذا، وأما نحن فمأمورون أن لا نفعل هذا. وقيل أجوبة أخرى ربما تقدم البحث غير مرة، والظاهر أن هذا مما يعني درج على الألسنة مما لا يقصد معناه. قال فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق، المقصود بأكل يعني انتفع أو قبل هذا المال، أكل أوسع من أكل الطعام
ومن ذلك قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى يعني يقبلونه. فهو يقول من لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق، يعني إذا كان بعض الناس يقبلون أموالا من رقية باطلة غير مشروعة، أما أنت فقد أكلت برقية حق، يعني قبلت مالا على وجه صحيح، لقد أكلت برقية حق، يعني لا حرج فيما فعلت. وروينا في كتاب ابن السني بلفظ آخر وهي رواية أخرى لأبي داود قال فيها عن خارجة عن عمرو بن خالد أقبلنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتينا على حي من العرب فقالوا عندكم دواء؟ فإن عندنا معتوها في القيود. فجاءوا بالمعتوه في القيود فقرأت عليه فاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية أجمع غزاقي ثم أدخل فكأنما نشط من عقال فأعطوني جعلا فقلت له فقالوا سل النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال كل فلعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. قلت هذا العم اسمه علاقة بن صحاب وقيل اسمه عبد الله. وهذا الحديث هو الحديث الأول رواية أخرى له وهو صحيح أو حسن كما تقدم. قال وروينا في كتاب ابن السني بلفظ آخر وهي رواية أخرى لأبي داود قال فيها عن خارجة عن عمه قال أقبلنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتينا على حي من العرب فقالوا عندكم دواء؟ فإن عندنا معتوها في القيود. وهذا الحديث فيه أنه معتوه والسابق فيه أنه مجنون، والأمر واسع على كل حال، والجنون فنون كما قالوا. وتقدم أن المعتوه قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير، إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كالمجنون. فعلى كل حال هذه كلها أبناء عمومة، نسأل الله العافية والسلامة من كل يعني ما يؤذي العبد. ولا شك أن نعمة العقل من أعظم النعم وهي مناط التكليف. فهذا الرجل ابتلي بمثل هذا. قالوا فإن عندنا معتوها في القيود فجاءوا بالمعتوه في القيود فقرأت عليه فاتحة الكتاب ثلاثة أيام. وهذه أيضا فائدة أخرى أو خلاف آخر، إما أن يحمل على تعدد القصة أو على اختلاف الرواية، وأن ما يزيد هنا فإنه يعني لم يذكر في الرواية الأولى، هنا أنه قرأ الفاتحة ثلاثة أيام وكأنه لم يبرأ من اليوم الأول فأعادها عليه. غدوة وعشية، يعني كان يقرأها مرتين في الصباح وفي المساء. أجمع بزاقي ثم أدفل، يعني لبركة القرآن، فالإنسان قد يجمع كما تفعل أنت في أذكار النوم وتقدم، تجمع كفيك وتقرأ الفاتحة ثم تدفل و تمسح وجهك ورأسك وما استطعت من جسدك بهذا، لأن خروج هذه الحروف من القرآن فيه بركة، والتفل ونحو ذلك لما يعقب ذلك أيضا لبركة القرآن. فكأنما نشط من عقال، يعني كأنه كان موثوقا وقام برأ ما فيه شيء. فأعطوني جعلا يعني أجرا، فقلت لا، فقالوا اسأل النبي صلى الله عليه وسلم. عرفوا أن يعني الصحابة منضبطون بالشرع، وأنه إذا أجيز لهم فعلوا وإلا توقفوا. فسألته فقال كل يعني هذا المال، يعني اقبل. فلعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق، وتقدم هذا المعنى. قلت هذا العم اسمه علاقة بن صحار وقيل اسمه عبد الله وقيل غير ذلك أيضا، ولا إشكال في تحقيق اسمه كما قلنا، لأنه صحابي والصحابة كلهم عدول سواء كان اسمه عبد الله أو كان اسمه علاقة. نعم. وروينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ في أذن ممتنع فأفاه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قرأت في أذنك؟ قال قرأت.
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا حتى فرغ من آخر السورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا مؤمنا قرأ بها على جبل لزاد. وهذا رجل ثالث من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عبد الله بن مسعود. قال وروينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ في أذن مبتلى، وهذه أوسع، مبتلى يعني سواء بسحر أو بجن أو حتى بعين أو بنحو ذلك، فأفاق وكأنه كان قد غشي عليه. وكثيرا ما يصرع المصروع سواء عند القراءة أو غير من غير قراءة من شدة أثر الجني عليه، وهذا يعني يكون أو كثيرا ما يكون لبعد هذا عن طاعة الله عز وجل أو قلة مجاهدته إن كان مطيعا في الأصل أو تقصيره في أذكار الصباح والمساء أو تسلط بعض الأشرار عليه بأنواع السحر ونحو ذلك مما يجري به قدر الله سبحانه وتعالى. وإلا في الأصل أن الإنسان إذا كان حريصا على الأذكار والتحصينات، مداوما على الصلاة والعبادة، مجانبا للذنوب والمعاصي ونحو ذلك، فليس للشيطان سبيل إليه ولا سلطان عليه، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. لكن الأصل أنه كما قال الله تعالى ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، على أنه قد يبتلى في باب السحر وإن كان مطيعا ويعني مجتهدا في العبادة، بل وإن كان نبيا فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ابتلي بهذا السحر، سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، ولم يعني وهذا جرى في قدر الله عز وجل، ولم يمنع يعني ديانته صلى الله عليه وسلم وعبادته ونحو ذلك، هذا في باب السحر يعني خاصة. ولهذا قد يبتلى المؤمن بشيء من هذا، وعليه أن يعني يسلم ويرضى ويعلم أن هذا بلاء، وأن علاج هذا البلاء عند الله سبحانه وتعالى، إن شاء يعني عافاه وإن شاء أخره لرحمة يريدها به كتكفير الذنوب ورفع الدرجات ونحو ذلك. فأمر المؤمن كله خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يزال المؤمن في يعني رضا ربه سبحانه وتعالى، لا يزال في فسحة ما دام موقنا بربه وراضيا بحكمه وقضائه وقدره. هذا ابن مسعود قرأ في أذن مبتلى فأفاق، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قرأت في أذنه؟ قال قرأت أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني الآية، حتى فرغ من آخر السورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا موقنا قرأ بها على جبل لزال. لو أن رجلا موقنا، فشرط هنا شرط اليقين، وهذا من أهم ما يشترط في من يعني يقدر له أن يعالج ونحو ذلك. وإذا قلنا إنه ليس في الباب تخصص فحتى يعني يحل الإشكال، طيب ماذا يفعل الناس؟ كل مريض حوله خاصته، فالمرأة زوجها أولى بها أو أبوها أو أخوها، ويتأكد هذا حتى لا تخرج إلى غير محرم، والرجل يعني أخوه أو قريبه أو صاحبه أو نحو ذلك، والطفل كذلك أولياؤه وأصحابه، وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل إنسان من اتفق، لأن السر في القرآن وليس في شخص. رجل ماشي في الطريق ولو كان حديث عهد بإسلام، ما دام أسلم فإنه ينفعه مثل ذلك، ولا يحتاج الناس أن يبالغوا في هذا الأمر ويرجعوا إلى أقوام مخصوصين. حسب القارئ أن يستعمل اليقين والثقة في الله وحسن الظن والتوكل على الله والإنابة إلى الله وتحقيق معاني الديانة بقدر ما يستطيع، ومنها أن يكون في يومه هذا قد قال الأذكار واجتهد فيها وقالها بروح وبإخلاص. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا موقنا قرأ بها على جبل لزال. والحديث وإن كان ضعيفا إلا أن يعني من ذكر هذا أيضا أخذها من بعض هذه الأحاديث الضعيف. فحاصل ما تقدم في هذا الباب أن ما صح هو الفاتحة والمعوذات، ويدخل فيها قل الله أحد على الصحيح مع المعوذتين، وسورة البقرة عموما وخصوصا آية الكرسي
وخواتيم البقرة لما عرف في النصوص، ووراء ذلك القرآن كله شفاء. قال رحمه الله: باب ما يعوذ به الصبيان وغيرهم. وكأنه خص الصبيان بباب، والله أعلم، لأن الصبي عادة لا يبين ما في نفسه، فلا يعين على معرفة ما كان، ما الذي به، إن كان عينا أو كان يعني حسدا أو كان مسا أو كان سحرا أو كان ما كان، لأن الصبي لا يتكلم إن كان دون الكلام، أو لا يحسن يفهم إن كان يتكلم، فكان يحتاج إلى الأدعية العامة التي تشمل عامة ما قد يكون. قال: وروينا في صحيح البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، وهما سبطاه يعني أحفاده: أعيذكما بكلمات الله التام من كل شيطان وهام ومن كل عين لام. ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق صلى الله عليه أجمعين وسلم تسليما. كان يعوذ الحسن والحسين، وهذا لأنه جدهما صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يؤكد ما قيل أن هذه يعني وظيفة من في البيت من الوالد والجد ونحو ذلك، وهم أولى الناس بذلك لكمال شفقة الوالد، فإن أحدا لا يكون أشفق على الولد من الوالد، والجد أيضا والد. أعيذكما بكلمات الله التامة، يعني أعصمكما وأحفظكما بكلمات الله التامة، وتقدم مثل هذه المعاني، وأن كلمات الله محمولة على أسماء الله الحسنى وكتبه المنزلة، وكلها من كلام الله. من كل شيطان وهامة، وأن الشيطان يدخل فيه شيطان الجن وشيطان الإنس، فشيطان الجن قد يعني يحدث منه مس للإنسان، وقد يستعمل في سحر، وقد يعين شيطان الجن نفسه، قد يعين بعينه يعني ينظر بعينه، وشيطان الإنس قد يعني يتسبب في سحر، وقد يعني ينظر بعينه ونحو ذلك من أنواع الضرر التي لا تكون إلا بإذن الله على كل حال، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. من كل شيطان وهامة، وسيأتي ذكرها، ومن كل عين لامة، يعني من أصاب بعينه. ويقول: إن أباكما كان يعوذ بهما أو بها، يعني بهذه الرقية، إسماعيل وإسحاق صلى الله عليهم أجمعين وسلم. والمقصود أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم الخليل كان يعوذ أولاده بمثل ذلك، وهذه رقية حق وثابتة. وأضاف النبي صلى الله عليه وسلم من الفائدة أن الخليل صلى الله عليه وعلى نبينا كان يعوذ أولاده بها. وكلمات الله التامة، تقدم أنها تامة لخلوها من النقائص والعوارض، بخلاف كلام الناس، فإن كلام الناس متفاوت في النقص، لكن كله نقص وإن تفاوت النقص. وأعظم يعني نقص له أنه كلام المخلوق بخلاف كلام الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا احتج الإمام أحمد رحمه الله بهذا الحديث في فتنة خلق القرآن، لما يعني أرادته المعتزلة لما مكن لهم في زمان المأمون، وكانوا يقولون بخلق القرآن، وهذا يعني قول من أشنع ما قيل. وكان إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله قد حفظ الله عز وجل به دينه، وثبت في الفتنة في ما هو معروف من الأخبار، كان من جملة ما احتج به على المعتزلة هذا الحديث، وذلك أن الله عز وجل أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ أبناءه بكلمات الله التامة، فلو كانت مخلوقة لما صح أن يعوذ بهم، لأن هذا مما لا يجوز، وهذا نوع من الاستعانة بالمخلوق، وإنما لأنها كلام الله، وكلام الله غير مخلوق، كان مما يتعوذ به. وهذا استدلال صحيح.
قال العلماء، قلت قال العلماء: الهامة بتشديد الميم، وهي كل ذوات سم أو سم يقتل، كل ذوات سم يقتل، كالحية وغيرها، يعني من عقرب ونحو، والجمع الهوام. قالوا: وقد يقع الهوام على ما يدب من الحيوان، يعني عموما، وإن لم يقتل كالحشرات، وهذا يعني اصطلاح غالب أيضا وكثيرا ما يستعملون. ومنه حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه: أي يؤذيك هوام رأسك؟ هذا تقدم معنا في أبواب الحج في الفدية، أنه كان يعني يشكو من تناثر القمل على وجهه، وهذا مرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي يؤذيك هوام رأسك، يعني القمل، ومن ثم رخص له في الحلق والفدية. وأما العين اللامة تشديد الميم، فهي التي تصيب ما نظرت إليه بسوء، وهذا مما يعوذ منه الصبيان وغير الصبيان، التعوذ من العين التي تصيب ما نظرت إليه بسوء. وهذا الباب أيضا ثابت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قوله وفعله، فعله مع يعني سهل بن حنيف لما أعانه عمرو بن ربيعة، والقصة معروفة في السنن. خرج في سفر وتنحى سهل ليغتسل، فكأن عامرا رآه، والمقصود أنه رأى شيئا منه، ولم يكن عندهم يعني الترف الذي عندنا، فكان أحدهم إذا أراد أن يغتسل يعني ألقى ثوبا وخرج، أو اختبأ وراء هذا الثوب حتى يتستر، فلابد أن يظهر منه رأسه أو يظهر منه شيء من جسمه من أعلى، والأمر في هذا واسع. فلما رآه عامر قال: ما رأيتك اليوم قط ولا جلد عذراء مخبأة، يعني أعجبه بياض أخي ولم يبرك، نظر إليه وقال هذه الجملة: ما رأيتك اليوم قط، يعني أبيض من هذا، قال: ولا جلد عذراء مخبأة. فلبط سهل رضي الله عنه، لبط يعني من مكان، وقع وجاء به محمولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فهم، قال: هل تتهمون أحدا؟ قالوا: نظر إليه عامر ابن ربيعة، نظر إليه، فهموا أيضا أنه بالنظر، فدعا به وعنفه وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه. وهذا يدل على أن العين تقتل، كما في الحديث الآخر: العين حق، وإن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، حتى الجمل المسكين واحد ينظر له يعجبه يتسلط عليه صاحبه يذبح، ويكون هذا بعين الذي أعجبه، قال: هذا يعني إن شاء الله فتي وقوي، وهذا لو عاش سيكون له شأن، فلا يعيش. نعم. وقال: لو كان شيء سابق القدر لكانت العين، يعني وأنه لا يسبق شيء القدر، هذا كله بقدر الله، لكن لو كان لكانت العين. على كل حال، في هذا الحديث عنف النبي صلى الله عليه وسلم عامرا وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه، وفي أن العين قد تقتل، لكن أيضا بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم أمره أن يغتسل له، وهذا العلاج الأول. قال: هل بركت عليه؟ وهذا العلاج قبل الوقوع، قبل وقوع العين، فكل من برك فإنه لا يصيب بعين، فالإنسان يبرك على نفسه وعلى ولده وعلى جيرانه وعلى من رأى من المسلمين. وإذا رأى الناس بعضهم بعضا ورأوا النعم التي يرفلون فيها من نعم الله، فالسنة أن يبرك، يقول: ما شاء الله فلان يعني صحته جيدة، وفلان، أو يقول: بارك الله له، أو اللهم بارك عليه، هذا المقصود، هل بركت عليه؟ يقول فلان: اللهم بارك، يعني مستريح، وإلا لن يستريح إن لم تقل اللهم بارك. فلان: اللهم بارك، يعني حفظه قوي. فلان: بارك الله له في علمه، في أهله، في ولده. فلان يعني صلى الله عليه وبارك في قوته وفي نشاطه وفي همته، فيبقى معافا. أما من غير التبريك فهذا يعني يبرك بروك البعير، إن لم تبرك عليه برك. نعم. وهذا مهم حتى على نفسك، هذا قبل الوقوع، فلا يضر بإذن الله. فلو أن رجلا تحامق ولم يوفق ونظر، سواء تكلم أو لم يتكلم، ولم يبرك، فالأمر بقدر الله، قد لا يؤثر،
إن سبق في علم الله المعافاة، وقد يؤثر وكثيرا ما يؤثر إن سبق في علم الله أن هذا الأمر الذي توفرت أسبابه يكون، وحينئذ فالعلاج بعد أن يكون ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم من الاغتسال، قال اغتسل له، اغتسل له. قال العلماء يعني يؤتى بقصعة فيها ماء ونحو ذلك، ويؤمر العائن الذي نظر بعينه أن يأخذ بيده اليسرى فيغسل يده اليمنى، ثم بها يغسل اليسرى داخل الإناء، ثم يعني يمضمض ويرد الماء في الإناء، ثم يغسل وجهه ويغسل كفيه ومرفقيه ويغسل ركبتيه ويغسل داخلة الإزار ويغسل رجليه. واختلف في المقصود داخلة الإزار، وصح ما قيل أنها يعني طرف الثوب الذي يلي الجسم، يعني الشعار الذي يلي الجسم، ثم يعني يقلب هذا الماء على الرجل الذي أصيب بالعين، وقال بعضهم يقلب عليه من ظهره ونحو ذلك، فيقوم بإذن الله كأنما نشط من عقاله. وقد كان هذا في شأن سهل بن حنيف، فلما اغتسل له عامر وألقي الماء عليه قام بإذن الله ولم يكن شيء. ولهذا ورد في بعض النصوص وإذا استغسلتم فاغسلوا، هذا باب التعاون على البر والتقوى. يعني لو قال لك أحد اغتسل لي لا تذهب بعيدا، قل أنا اغتسل لك وانت شايفني، يعني أنا عندي والحمد لله من النعم ما ليس عندك، وتعملها قضية وتذهب إلى ربما ترفع عليه قضية، الأمر واسع. حتى لو كنت لم تصبه هو قال اغتسل، إذا استغسلتم فاغتسل على الأقل حتى تبرأ، فإن قد تغتسل له ولا يتأثر فيعرف أنك بريء، لأنك لو كنت صاحب العين لما أصابه أو لما لو لم تكن صاحب العين ما أثر هذا الماء، لكن لو كنت صاحب العين فإنه سيقوم كأنما نشط من عقاب. لكن هذا لغياب السنة وبعد عهد الناس بهذه السنن شاق وشاق جدا، حتى أنك لو قلت لأحد اغتسل لي كأنك تسبه، وربما لو سببته لكان يعني خيرا وكان أرفق، فما الذي نفعل؟ وهذا كثير نحتاج نستعمل الحيلة، يعني نأتي على إن كان يعني فعلا اتهمنا أحدا، طبعا التهمة لابد أن يكون لها قرائن، النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تتهمون أحدا، لما لبط سهل المسألة قرائن ظاهرة، قالوا فلان الذي هو عامر، لاحظهم صحابة، ومع كونهم صحابة هم بشر والإنسان عرضة لمثل هذا، قالوا نعم نظر إليه فلان، لأن القرائن كانت ظاهرة، هم في يعني طريق والعدد قليل والمسألة ظاهرة، والرجل كان سليما معافى وراح يغتسل فنزل، وكان قريبا منه فلان، قرائن ظاهرة. في زماننا تعقيدات شديدة، ومع هذا قد توجد قرائن، فإذا ظهرت القرائن وكنا لابد فاعلين فإننا نحتال بعض الشيء، يعني نقول يا جماعة من حضر فليغتسل، وإحنا قصدين فلان، بس يعني نقولها بنوع من حتى لا يأخذها على نفسه، وإن كنا نحن نقصده ونهتم بمائه دون ماء غيره، لكن يعني نفرقها في القبائل، جالسين خمسة ستة يا جماعة اغتسلوا، يمكن في حاجة الله أعلم، كأننا لا نعلم، مع أن عندنا ظن غالب أنه فلان، ونركز في المية بتاعت فلان ونأخذ مية الفلالين الأخرى لا بأس، ثم تكون هذه حيلة نافعة إن شاء الله. قد فعلنا مثل هذا مع بعض الناس ونفع الله بهذا، ولكن أحيانا الأمر يتسع أكثر من هذا، الناس كثر الآن، والناس أكثرهم يعني غير مؤتمنين ولا حول ولا، وصار هذا العلاج فيه صعوبة، خاصة إذا كان الأمر ليست له قرائن ويعني الناس كثر، فيلجأ في هذه الحالة للعلاجات الأخرى كالتعويذات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان يعني كأعيذك بكلمات الله التامة، الأمر فيها واسع للصبيان وغير الصبيان ونحوها من النصوص التي سترد في الباب القادم أو في الكتاب القادم، كتاب أذكار المرض وما يتعلق به. قال وأما العين اللامة بتشديد الميم فهي التي تصيب ما نظرت إليه بسوء، وتقدم ما فيه. لا
لكن ينبغي التوسط في هذا الباب كما ذكرنا مرارا. هذا الباب لابد أن يتوسط فيه بين الإفراط والتفريط. بعض الناس يفرط فيقول هذا كلام فارغ ودجل وليس هناك شيء من هذا، كل شيء بقدر الله، ويستدل بكلام صحيح أن كل شيء بقدر الله، لكن يغفل الأمر وينكره، هذا جهل. وبعض الناس يذهب في الطرف الآخر وكلما تعثر قال هذه عين فلان، وكلما أصابه شيء قال أصل مرات عمي زارتنا النهاردة، وكل ما يعني وقع منه شيء حتى لو يعني رسب في الكلية أو يعني نام في صلاة الفجر أو نحو ذلك، يرجع كل شيء لعيون كل أحد. هذا الطرف الثاني، هذا فيه مبالغة، ومعلوم أن كلا طرف قصد الأمور زميم والواجب التوسط، فلا يقال هذا ولا يقال هذا، وإنما يقال الأصل أن الأمر ثابت ووارد، بل في نصوص القرآن ثابت كما قال يعقوب لأولاده وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرق، وما أغني عنكم من الله من شيء. قال المفسرون قصد يعني ألا ينظر عليهم أحد فيصيبهم، لأنهم ما شاء الله يعني جماعة من الناس، عشرة رجال ويعني شباب وفتيان وكلهم إخوان، فأي واحد يشوف هذا العدد من أبناء رجل واحد يقول ما شاء الله فلان عنده هذا العدد كله من الناس، فقالهم يا جماعة لا تدخلوا من باب واحد، ثلاثة أربعة يدخلوا من هنا وثلاثة أربعة من هنا واثنين ثلاثة من هنا حتى يعني. وهذا ليس فيه شيء ما دام القلب متعلقا، ولهذا قال وهذا رسول نبي أنبياء الله قال وما أغني عنكم من الله من شيء، يعني هذا الأمر مرده إلى الله، فاحترز من العين مع تمام التوكل وكمال التوحيد، هذا لا بأس به. وأيضا في قول الله تعالى وتقدم معنى هذا في التفسير وإياكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، يزلقونك بأبصارهم يعني المقصود ما يصيبونك به من العين. فالأمر ثابت إضافة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم العين حق وما فيه معناه من جملة وفيرة من الأحاديث، فهذا يدل على أن الأمر ثابت، فلا يصح مع هذا إنكاره، وفي نفس الوقت لا يصح مع هذا المبالغة فيه، فقد كان الصحابة يعيشون حياة طبيعية، ما في واحد يخاف يطلع من بيته، ولا في واحد خايف يعني يظهر أولاده أمام الناس، ولا كما يفعل بعض أهل الوسواس في هذا الباب. الواجب التوسط بين الإفراط والتفريط. باب ما يقال على الخراج والبصرة ونحوهما. خراج ليس بالتجديد. على الخراج والبصرة ونحوهما. في باب حديث عائشة الآتي قريبا في باب ما يقول المريض ويقرأ عنه. وروينا في كتاب ابن السني عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج في إصبعي بثرة، فقال عندك بريرة فوضعها عليها وقال قولي اللهم مصابر الكبير ومكبر الصغير صبر ما لي، فطفئت. قلت البثرة بفتح الباء موحدة وإسكان الفاء مثلثة وبفتحها أيضا لغتان وهو خراج صغار، ويقال بثر وجهه وبثر بكسر الفاء وفتحها وضمها ثلاث لغات. وأما الثائرة فهي فتاة قصب من قصب الطين يجاء به من الهند. قال رحمه الله باب ما يقال على الخراج والبثرة أو البثرة ونحوهما. وذكر ابن علان أن ترجمة الباب ما يقال على الجراح والبثرة ونحوهما. قال ويجوز الخراج بتخفيف الراء ويكون كالعطف التفسيري، غير أني لم أره في شيء من النسخ، يعني ذكر هذا الشارح أنه لم يرى في شيء من النسخ الخراج، وإنما الذي في النسخ عنده الجراح. على كل حال هؤلاء جميعا أبناء عمومة، الظاهر أن أكثر ما جاء في النسخ ما يقال على الجراح والبثرة ونحوهما،
ولا بد أن في بعض النسخ الخراج، وأن كان ابن علان ذكره أنه لم يره في شيء من النسخ، لكن ربما رآه غيره، والأمر قريب على كل حال. والخراج بتخفيف الراء، قرحة في الجسد كالدمل ونحو ذلك. قال في الباب: حديث عائشة الآتي قريبا في باب ما يقوله المريض ويقرأ عليه. الحديث يعني بعد القتل الذي هو في الصحيحين، أن المريض يقرأ عليه المعوذات، قل والله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ويمسح بهما جسمه، وسيأتي. والحقيقة أن فيه غنية لأنه صحيح، وأما حديثنا هذا فضعيف. قال: روينا في كتاب ابن السني عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد خرج في إصبعي بسرة. إصبعي، 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 كما تقرأ. لو قلت أصيبوعي تمشي أيضا، في بعض الكلمات لا يخطئ فيها أحد، الأمر فيها واسع. نعم، ومنها هذه الكلمة. في بعض الكلمات أي خلاف يعني. نعم. فقال: عندك زريرة. المصنف ذكر الزريرة: فتاة قصب من قصب الطيب يجاء به من الهند، لكنه لم يغني. فأنت تقرأ التعريف تقول: طيب، وبعدين عايزين تعريف لهذا التعريف. لكن صاحب النهاية أغنى، قال: نوع من الطيب مجموع من أخلاط. هذا أحسن. الزريرة نوع من الطيب مجموع من أخلاط، يعني طيب مخلوط داخل فيه كم شيء، مثل اللي ذكرناه في درس الفقه الماضي، فاكر؟ اللي داخل في يصح فيه السلم ولا ما يصح؟ ها؟ قالوا لا لا، كلمة الله، الاسم الغالية، كالغالية، الغالية نوع من الطيب أيضا، يعني مخلوط يصنع من المسك والعنبر والكذا والكذا والكذا. ولهذا اختلف هل يصح في بيع السلم أو لا يصح. الذي قال يصح قال لأنه معروف مقدر المقادير، أو أنه مرده إلى العرف. والذي قال لا يصح قال لأن هذا يعني أشياء غير منضبطة، ولا بد أن يكون السلم في الشيء الذي ينضبط. نعم. فقال: عندك زريرة، فجعلها عليها. إذن هذا النوع من الطيب. وقال: قولي، وهذا الذكر مع وضع الطيب: اللهم مصغر الكبير ومكبر الصغير، صغر ما بي. فطفئت، يعني هذا الدمل أو يعني هذه البثرة. قلت: البثرة بفتح الباء الموحدة وإسكان الثاء المثلثة، وبفتحها أيضا لغتان، وهو خراج صغير، ويقال بثر وجهه، وبثر بكسر الثاء وفتحها وضمها، ثلاث لغات، وبثر أيضا. وأما الزريرة فهي فتاة قصب من قصب الطيب يجاء به من الهند، وتقدم أنه نوع من الطيب مجموع من أخلاط، وأن الحديث ضعيف، وأن من ابتلي بخراج أو بثرة أو نحو ذلك من يعني قرح الجسد ونحو ذلك كالدمل ونحو ذلك يرقي نفسه بالفاتحة جيد، بالمعوذات جيد، بما سيأتي من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفي وأنت الشافي، إلى آخره، جيد. يقول على نفسي: بسم الله أرقيني، والله يشفيني من كل داء يؤذيني، إلى آخره، جيد. كل هذا جيد، لكن بشرط أن يكون قلبه حاضرا، فينفعه الله عز وجل أحسن من المراهم ونحو ذلك. ولو أخذ شيئا من المراهم جيد أيضا، ما دام مشروعا التداوي كما سيأتي في الباب، يعني في باب قادم، الأمر فيه مشروع والحمد لله. طيب، هذا آخر الباب. كان عندنا أسئلة من الأمس أو من المرة الماضية، قلنا بعد نهاية الباب. في حاجة تانية كمان؟ طيب، يقول: هل عند الاستعاذة من وسوسة الشيطان في الصلاة نستعيذ ذاكرين اسم خنزب، أم نقول أعوذ بالله من الشيطان بدون ذكر اسم خنزب؟ ما لكم، ما الخنزب؟
الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد للاستعاذة، تقول أعوذ بالله من خنزب، طب ولو كان في واحد غير خنزب جاي معاه في الطريق ماذا تفعل؟ لا تتكلم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يدخل فيها خنزب والخنازب كلها. إن أخذ جعله على الرقية وبرأ المريض ثم عاد مريضا فهل يطالبون برد الجعل؟ الله متكلف. إذا برأ فقد برأ وأخذ جعله، فعليك معالج. إذا رجع الظاهر أن هذا شيء آخر، هذا مرد إلى القرائن. إن كان مسا ورجع نفس الجني فإنه ليس له أن يأخذ، لكن لو جاء جن آخر فهذا موضوع ثاني، أو كان أمرا آخر غير الجن، إن كان لديغا أو نحو ذلك من الأمراض فإن رجع نفس المرض فإنه لم يشفى، وإن جاء مرض آخر الأمر واسع. متى يؤدي الوسواس إلى الشرك والردة؟ إذا استجاب له الإنسان وصار بأن رضيه وقبله، أما ما دام وسواسا خواطر يدفعها ويجاهدها فإنه لا يؤدي لا إلى شرك ولا إلى رد، حتى لو قذف في قلبه كل معاني الشرك والرد. وهذا السؤال من الوسواس على كل حال، هذا السؤال نفسه سؤال موسوس، فإن صاحب الوسواس يقول خلاص أنا هكفر بالله عز وجل، الشيطان يقول كذا وكذا وكذا، ثم نسأل متى يؤدي إلى الوسواس؟ لا يؤدي إلى الردة ولا إلى الكفر، لأن هذا وسواس، وأنت تكره هذا من نفسك وتستعيذ من الشيطان وتجاهد نفسك فلا يضرك إن شاء الله. لكن إن كان لابد من متى يصل الردة؟ إن يعني استمرأ هذا ورضي به وأصبح يعالجه بلا مدافعة، وهذا لا يتصور إن شاء الله في حق إنسان مؤمن عرض له الوسواس، إلا إذا تحول هو نفسه إلى الشيطان وكان يعني كارها للملة والدين، فهذا لا يعينك، هذا السؤال لا يعينك على ما أنت فيه، وإنما الذي يعينك أن تعزم المسألة وأن تقول آمنت بالله ورسله ثلاثا، وأن تستعيذ من الشيطان وأن تملأ الفراغ وتعالجه كما تقدم فيما سبق، تشغل نفسك بالطاعة وتجاهد شيطانك. كيف أبين للشيطان بأنني فرحان ولا يهمني أمره وفي نفس الوقت أستعيذ به؟ وهل يعلم الشيطان ما يدور في نفسي؟ ولأن هذا السؤال كما قال كما أفتى أبو سليمان الدراني في الحديث الماضي أو في الدرس الماضي، قال له أظهر له أنك فرح، طبعا هذا ليس في مرتبة النصوص، الذي في النصوص تقدم في أول الباب، لكن مثل هذه النصائح تحمل على الوجه الصحيح، يعني هو يريد أن يكون له بالغ في المجاهدة، هذا المقصود، فحتى يعني يقنعه بهذه المسألة قال له من مبالغتك في مجاهدة الشيطان والوسواس أن تظهر أنك فرحان، ومعلوم أن الشيطان لا يدري لأنه لا يعلم الغيب، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب، إذن هم لا يعلمون الغيب، ولهذا مات سليمان وهم لا يعلمون، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. وشوف بقى دابة الأرض لما تأكل العصا والعصا تبدأ من التأكل تضعف حتى تسقط، ربما الجماعة اشتغلوا يعني تسخيرا شهورا على هذا، فلو كانوا يعلمون الغيب لاستراحوا من أول يوم، فالشيطان لا يعلم الغيب، وبالتالي أبشر لا يعلم الغيب إلا الله، ولهذا مدام لا يعلم الغيب فهو لا يسلط عليك على كل حال إلا بإذن الله، أنت جاهد واجتهد وأظهر الفرح بمعنى أنك تواظب على الطاعة، تفرح بالطاعة وتجتهد، إنك رايح من صلاة لصلاة وقد تجلس بين الصلاتين وتقرأ البقرة كل يوم، تقرأ الأذكار وتكثر الاستغفار ولا إله إلا الله، صاحبنا يختنق منك ويحس أن أنت اللي لبسه مش هو اللي لبسك. نعم. وبعض الجن يتكلم بهذا يقول أنا عايز أخرج من هذا المكان، أنا مش طايق أجلس في هذا المكان، هذا حقيقة مش إنه خلاص أصبح المكان غير مناسب له تمام، واحد على طول يجتهد في المذاكرة في الذكر وفي المجاهدة، مباراة مصارعة أنت نازل في ضرب هو طبعا ضعيف هو يتقزم، لكن العكس إذا حدث هذا هو البلاء. كيف نفرق بين الهم والحزن وضيق الصدر من الشيطان
وعند التقصير في الطاعة ولوم النفس، كل هذه أبواب قريبة، المطالب أن تتركها جميعا، أبواب التقصير. إذا جاءك هم أو جاءك حزن أو جاءك ضيق صدر، ليس الإشكال أن تفرق بين هذا وهذا، الإشكال أنك تعالج هذا كله بعلاج واحد والحمد لله. أما التفريق فتقدم، إن الهم يكون في يعني الحزن يكون في شيء ماضي، والهم يكون في شيء مستقبل، وضيق الصدر عام من هذا سواء في ماضي أو مستقبل أو في تقصير في الطاعة أو في نحو ذلك. الإشكال ليس في التفريق، الإشكال في يعني تحقيق العبودية والاجتهاد في الطاعة. هل يجوز تكرار قراءة الفاتحة أو التشهد إذا لم يشعر بالخشوع مع أنه متأكد من قراءتها؟ هذا في أمرين، إما أن يكون لأجل الوسواس ويتحامى في الخشوع، فهذا نقول له لا تكرر أبدا ولا مرة. ولو جاءك وقال لك أقسم لك بالله أن أنت ما قلت إياك نعبد وإياك نستعين، سيقول له أقسم لك بالله أن الصلاة ولا عليك، أنا عايزها كده من غير إياك نعبد وإياك نستعين، حتى يغتاظ، تريد أنك فرحان، هو ده اللي. أما إن كان القضية أنت بعيد تماما من الوسواس وتقصد يعني جواز التكرار لأجل الخشوع، جواز التكرار جائز على كل حال، وقد كرر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات في الصلاة، لكن أخشى أن هذا يؤديك للوسواس. هل يجوز في الجمادات رقية الجماد يعني في حالة العطب؟ ما أدري والله، في شيء ما عندي في شيء. هل القشاري هذا صوفي؟ نعم. هل الخلاصة الصبر على البلاء وعدم طلب الرقية من الآخرين، أو الأخذ بالأسباب وطلب الرقية؟ لا هذا ولا هذا، وإنما ترقي نفسك. ولماذا تطلب الرقية من الآخرين؟ اصبر وارقي نفسك، وليس اطلب اصبر ولا تطلب الرقية، اصبر وارقي نفسك. هاي الرقية وننزل من القرآن ما هو شفاء، ضع يدك على جسمك على قلبك على رأسك، إن كان في وجع حسي على مكان الوجع، وإن كان وجع معنوي ضع يدك على رأسك اللي فيها عقلك أو على قلبك وأرقي نفسك، هذا ينفعك الله عز وجل به، وهذا من الأسباب. وهذا السائل كأنه يعترض يعني يقول خلاص ما نعملش حاجة خالص، لا اعمل، عندك حاجات كثير تعملها. هذا سؤال خارج الموضوع، وهذا خارج الموضوع، وهذا أيضا خارج الموضوع، وهذا خارج الموضوع، والحمد لله. هل من أذكار نوم قراءة الفاتحة في اليدين ثم التفل والمسح أم قراءة المعوذات؟ لا، قراءة المعوذات والإخلاص والمسح والتفل ومسح الوجه والرأس وما أقبل من الجسد الوارد في المعوذات وليس في الفاتحة. أعراض السحر الجسدية وأعراض التي يتيقن بها العبد أنه مسحور. الأعراض يعني كثيرة، منها أوجاع في الجسم كله، ومنها يعني قد يرى خيالات وأشياء من هذا، ومنها أمور كثيرة يعرفها المبتلى بهذا. ولكن الأهم من الأعراض العلاج، العلاج المحصن الذي يحصن المريض وغير المريض. لو أن الإنسان مواظب على الأذكار الصباح والمساء، ومواظب على الصلوات في وقتها، ومجتهد في الطاعة عموما، ومتجنب للمعصية، وبينه عبد موصول بالله عز وجل، لا يكون للشيطان سلطان عليه أبدا، ولو ابتلي بشيء من هذا دونه هذا العلاج. يقرأ سورة البقرة كل يوم ويجاهد في هذا، سيراها ثقيلة في الأول إلى أن يقتل الشيطان قتله. يقول الأذكار ويقول لا إله إلا الله 100 مرة، ويكثر من الدعاء والإلحاح على الله عز وجل. مسألة يسيرة جدا، لو أن الإنسان يرى المسحور فيشفق عليه ويقول في نفسه هذا غير المسحور، يقول هذا المسحور مسكين وقد تألم، وأنا يعني متألم لألمه، ولو أن الأمر بيدي وأمكنني أن أتسبب في علاجه لفعله، حتى لو دفعت نصف مالي. هذا يقول العبد، فكيف ترى بالرب سبحانه وتعالى؟ يراك تتألم وبك ما بك، ثم أنت تطلب منه
وتسأله بتوحيدك وإخلاصك وإيمانك ثم لا يجيبك؟ أو والله هذا ما يكون أبدا. إذا كنت تحسن الظن في العبد المخلوق وتقول فعلا فلان صادق ممكن يدفع 2000 جنيه عشان فلان يعني يعاف، فكيف أن تحسن الظن بربك؟ فإذا حصل تأخير للعلاج لابد هذا من ضعف المجاهدة، أو أن يكون لحكمة أرادها الله هي خير على كل حال بالنسبة للمريض، لكن غالب ما يكون في الواقع تقصير. ولهذا كثيرا ما يأتي الرجل يشتكي وأقول له افعل، أقول له لا تأتيني إلا بعد وتقرأ سورة البقرة لمدة شهر، ولا واحد بيجي مع أنه كان جاي في يعني في قمة، بس أقول له شرط ما تجينيش إلا ما تعمل كذا، والله الذي جاء واحد ولا اثنين في تمام العافية خلاص ما فيش حاجة، لكن أكثرهم لا يفعلون ولا يستحي يجي، وأحيانا لا يستحي ويجي عملت ما عملتش حاجة والله انشغل. طيب بعمل لك ايه؟ نفس الكلام، هو متصور ان يعني الشيخ ده خلاص بركة بذاته وانه بس لو حط ايده عليه خلاص، والذي يستجيب للمريض بهذا يضر. لابد ان تقطع امله فيك ان كنت صاحب سنة فعل، يأتي حتى لو كان قريبك، احنا اتفقنا ان قريبك ستقرأ عليه ان انت اولى به، خاصة النساء ونحو ذلك، اختك او امه، لكن ايضا لا تقرأ مباشرة لأنها متعلقة بك. الأول عالج تعلق القلب بك أو بغير الله، فإذا تأكدت من هذا المعنى يسهل إن شاء الله. يعني أختك قالت لك بس أنت بقى الشيخ بتاعنا وأنت شيخ القبيلة كلها وأنت الإسلام كله وأنت معايا في البيت الحمد لله، ما أنتش معايا ومحرم ما أنتش، يلا اقرأ علي، تلمس فيها أن هي متعلقة بك، وطبعا أنت الشيخ اللي سره باتع في العيلة بتاعتك، تقوم تعمل إيه؟ تقول لها انزل حاجتك بالله واستعيني بالله وانا ضعيف ولا اعمل، ربنا يقول انزله من القران، وهذا القران، القران لو انت قرات على نفسك وانت اصحي الفجر واجتهدي وطلع الصور من البيت طب وهتقرا عليه امتى؟ هي مش عايزه الا ده. تقول لها بس انت اعملي الحاجات دي وان شاء الله ربنا يعافيك، ما مالك بي انا زي غيري، يوم واثنين وثلاثه وخمسه لحد ما عادتش تقول لك، تعرف انها ياست منك. اذا وصلت لهذا الحال طب تعالي بقى الحمد لله رب العالمين، خلصت المسألة. خلصت بإيه؟ بحسن السياسة. لما أنت يأستها منك تعرف أن إن شاء الله هي تعلقها بالقرآن، وهذا شيء مجرد. لما من الأول تعالي عم الشيخ، عم الشيخ اللي ضيعك لو أنت تجلت عليه. هل يقاس على قول النبي صلى الله عليه وسلم عمري قول عامة الناس والنبي على أن الناس تقول على سبيل الترجي وليس الحلف؟ لا يقاس هذا، إنما يطالب العلماء بتخريج كلام النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه لهذه المسألة، لماذا نقول هذا لعله كلمة دارجة لعله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها، والأصل أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز، لكن والنبي هذه لا قالها النبي صلى الله عليه وسلم ولا قالها ربنا، فقط حتى نبحث لها عن تخريج، وإلا لو مشينا على هذا كل واحد يخبط خبط ونروح نخرج له الكلام بتاعه. فرق بين شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهو يجوز لأنه قاله، وقد يظهر نوع تعارض في فهمنا بينه وبين النصوص العامة أو الأصول العامة أو القواعد العامة للشريعة، ومن ذلك نهيه عن الحلف بغير الله، فيلزم تخريج هذا بما يوافق الأصول العامة لأنه قاله. أما نزل فنخرج جهالاتنا ونقول طب ما احنا برضو بنقول النبي مش بقصد الحلف وهذا جرى على لساننا، وهذا الكلام طبعا لا يقال، وإنما الأصل أننا متعبدون بما قال، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، وإذا كان جرى على لسانك فخليه لا يجري بعد هذا المطلوب. أما شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم فقوله دليل على الجواز، ففرق بين الاثنين. هل يشترط صحة عقيدة الراقي؟ مثلا يوجد طبيب ويعمل في مجال الصيدلة ويرقي ولا يأخذ أجرا وله نتائج عجيبة على أنه صوفي ونحو ذلك، لا شك أن صحة اعتقاد القارئ من أهم، لأن صحيح الاعتقاد هذا إنسان موصول بالله عز وجل، وفسد الاعتقاد هذا عدو لله عز وجل، وكون أن هذا الرجل يعني تأتي نتائج عجيبة ونحو ذلك هذا لا ينفي أنه لابد أن الإنسان يبحث عن إنسان صحيح الاعتقاد. وكثير ويقال من عجيبة لا تطلع عجيبة ولا شيء، قد يكون هذا من وساوس الشيطان، وقد يعين الشيطان بعض الناس الفاسدين في الديانة والاعتقاد لكي يفتن بهم الناس،
وفاسد الاعتقاد غير مأمون، لأن صحيح الاعتقاد مؤتمن على دينه إذا عرف أن هذا لا يجوز لا يفعله، لكن فاسد الاعتقاد عنده يعني مجالات من الخلل في أبواب الاعتقاد، فقد ومن اعتقاده أنه قد يعتقد أن غير الله عز وجل يجلب النفع ويدفع الضر، ماذا تفعل فيه؟ إذا كان هو إن كان صوفي فعلا، إن كان صوفيا قحا، فهو يرى يعني عنده جملة من الحديث الضعيف تودي في ده: عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا تقول للشيء يكون فيكون. طيب لو اعتقد أحدكم في حجر لنفع، لو كان صوفي صوفي يعني هتعمل إيه في الأحاديث دي وهذه المعاني الكفرية والشركية؟ إذن لابد أن يكون يعني سالما من هذه الآفات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.